السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هنتكلم عن علم البيان، وأول حاجة من علوم علم البيان أو من أجزاء علم البيان هو التشبيه. هنتكلم ونعرف مع بعض النهاردة يعني إيه التشبيه ده. لما أقول لك هنا في المثال اللي قدامك كده، بص عليه: الرجل كالبحر في الكرم. أنا عملت إيه هنا؟ لما أقول الرجل كالبحر في الكرم، أنا شبهت الرجل هنا ده، شبهته بالبحر. طب إيه وجه الشبه ما بين الرجل والبحر؟ صفة الكرم، ده وجه الشبه بينهم، الصفة المشتركة بينهم. طب أمال الكاف دي إيه؟ الكاف دي هي اللي خلتني أوضح بزيادة إن أقصد أربط ما بين الرجل والبحر، أشبه إيه ده بده. فالأداة دي استخدمت عشان لتدل على التشبيه، فبنسميها أداة التشبيه. جميل، أنا ذكرت أربع أجزاء، بقول الرجل كالبحر في الكرم. يعني كده نقدر نقول أسلوب التشبيه هنا عندي مكون من أربع أجزاء. الأسلوب اللي دل على التشبيه هنا قدامي مكون من أربع أجزاء. عملت إيه في الأربع أجزاء دول؟ عقدت مشاركة بين شيئين. عقدت مشاركة بين الرجل وبين البحر، اللي هما المشبه ده وده المشبه به، ده شبهته وده اتشبه به. طب المشاركة ما بين المشبه والمشبه به دول، المشاركة اللي اتعقدت، بنعقد منهم المشاركة في ايه؟ في صفة او مجموعة صفات. ممكن كان يبقى الكرم بس، وممكن يبقى كمان غير الكرم صفات تانية مشتركة بينهم. فالصفة المشتركة دي بقى بنسميها ايه؟ بنسميها وجه الشبه. وده بنستخدم فيه أداة، الأداة دي اللي هي الايه؟ أداة التشبيه. جميل، يبقى شبهنا الرجل بالبحر باستخدام الأداة دي كاف، والصفة المشتركة بينهم الايه؟ الكرم. البحر كريم، بناخد منه السمك والخير الكتير، في حاجات كتيرة بنطلعها من البحر. والرجل كذلك كريم مع الناس، فشبهنا ده بده. هتلاحظ حاجة هنا لو بصيت، ان الأجزاء الأربعة دول هم بنسميهم أركان التشبيه، أركان أسلوب التشبيه. كده أربع أجزاء: يا المشبه ومشبه به، ووجه الشبه اللي هو الصفة المشتركة، وهتلاقيها دايما أقوى في المشبه به مش المشبه. يعني ما ينفعش أقول البحر كالرجل، ليه؟ لأن أنت في الحالة دي مش هتفهم هو كالرجل في إيه؟ لأن الرجل ده ما فيش صفة مشهور بها معينة. لما أقول الرجل كرجل عموما، يعني أيا كان الرجل، ما فيش صفة تميز الرجل فواضحة قوي يعني دونا عن غيرها، فتخلي البحر يشبه له فيها. لكن البحر كريم، بناخد منه خير كتير قوي، فلما أقول الرجل كالبحر يبقى أنا فهمت إنه زيه في الكرم. لما أقول رجل كالأسد، أنا فهمت إنه زيه في الشجاعة أو في القوة، الصفات البارزة الواضحة جدا اللي ما فيش أي حد يقدر ينكرها في الأسد. إنما مش طبيعي إن أقول الأسد كالرجل. الأسد كالرجل في إيه يعني؟ عنده عقل زيه، ما فيش صفة هنا مشتركة واضحة أقوى في الرجل عشان أشبه بيه. فلازم اللي أنا هشبه بيه اللي هو المشبه به، يعني اللي هضرب بيه المثل ده، يبقى أقوى في الصفة دي اللي هي وجه الشبه، تبقى أقوى فيه هو عشان أقدر أجيب أي حاجة أشبهها بيه. اتفقنا كده؟ يبقى وجه الشبه اللي هو الصفة المشتركة لازم تكون في المشبه به أقوى، عشان تبقى هي أضعف في المشبه. فعشان كده بشبه الضعيف ده بالمشبه به اللي الصفة قوية فيه وظاهرة فيه. طب الأداة بقى، هل أنت قلتنا الكاف، هل هي الأداة أداة التشبيه هتبقى الكاف بس، ولا ممكن تبقى أكتر من حاجة تاني؟ لا، حاجات تاني. الكاف أو كأن، دي كده حرف، يعني الأداة ممكن تبقى حرف زي الكاف أو كأن، أو اسم أو فعل. أي اسم يدل على التشبيه أو فعل يدل على التشبيه ينفع يبقى أداة للتشبيه، يعني مثل، شبيه، نظير، يشبه، يماثل، يناظر، كل دي أدوات ينفع للتشبيه. طب كده اتكلمنا عن جزئية مهمة، نبص على اللي بعدها بقى. التشبيه ده أنواعه إيه؟ هل التشبيه لازم أذكر فيه الأربع أجزاء دول، أي تشبيه مشبه ومشبه به وأداة تشبيه ووجه شبه؟ قال لي لا، التشبيه عندي بيبقى خمس أنواع كده: مفصل ومجمل وبليغ، دول ثلاثة، والثلاثة دول مع بعض كده ولاد عم، المفصل والمجمل والبليغ، علشان المشبه والمشبه به
بيبقوا زي ما انت شايف كده، بشبه حاجة بحاجة، كلمة بكلمة بالشكل ده، كلمة بكلمة. المفصل والمجمل والبليغ في بينهم ايه؟ حاجة مشتركة. اما الضمني والتمثيلي او التمثيل ما بيبقاش بشبه كلمة بكلمة، عشان كده هناخدهم لوحدهم. المفصل والمجمل والبليغ تعال نشوف كده الفرق بينهم ايه. التشبيه المفصل من اسمه بنفصله، بنقول كل حاجة فيه بالتفصيل زي اللي قلناه فوق ده. بنذكر الأربع أجزاء، اللاعب مثل الغزال. إيه ده مثل مش كافة؟ يعني قلنا ممكن يبقى إيه؟ اسم أو فعل زي مثل، شبيه، نظير، مماثل، مشابه، يشبه، يماثل، يناظر، يحاكي. أي اسم أو فعل يدل على التشبيه ينفع يبقى أداة للتشبيه زي ما خدنا الكاف وكأنه. فلما أقول لك اللاعب، أهو اللاعب أهو، هو الكيوت أبو فلانة بحملات حلوة ده. مثل الغزال، ايه ده ممكن حد يقف هنا يقول لي ايه اللاعب مثل الغزال عامل ايه يعني؟ ايه عنده ليل زيه كده مان ولا ايه؟ طب القرون دي ما مش لا، اللاعب مثل الغزال في السرعه، اللاعب مثل الغزال في السرعه. هنا سؤال مهم بقى، يجي واحد يقول لي ايه؟ يعني اللاعب عايز تقول لي يا مستر ان اللاعب ده مشبه؟ مشبه مرفوع ولا منصوب بقى؟ ده سؤال مهم. يا ترى مشبه منصوب ولا مرفوع؟ تقدر تقول لي كده وانت بتسمع؟ اللاعب دي مشبه والغزال مشبه به. طب ده مشبه مرفوع ولا منصوب ولا مجرور؟ هقول لك ولا منصوب ولا مرفوع ولا مجرور. ازاي؟ امال هعربه ازاي؟ هقول لك ايه علاقه الاعراب دلوقتي بالموضوع؟ هو احنا بنتكلم في النحو ولا بنتكلم في البلاغه؟ هتقول لي بنتكلم في البلاغه، يبقى خلاص مالناش دعوه بالنحو. النحو علم مستقل عن البلاغه. البلاغه بتناقش ايه؟ التذوق الجمالي للنصوص، او بتشوف الصور الخارجيه وايه طبيعتها ايه، ملهاش علاقه بالنحو وموقع الكلمه في الجمله. مش بنتكلم في اعرابها هنا. انا بقول لك اللاعب اعرابها ايه؟ هتقول مبتدا مرفوع علامه رفعيه ضم، ماله؟ مثل الغزال، مثل خبر، والغزال مضاف اليه، وفي حرف جر، والسرعه اسم مجرور. يعني كاعراب انا بعرف جد حسب موقعه عادي جدا، مفيش مشكله. لكن من حيث البلاغه بقى، تعال نشوف البلاغه والتذوق البلاغي ده للكلام. اللاعب دي مشبه، ماليش دعوه بقى ايا كان. اللاعب دي ممكن تبقى مبتدا، ممكن تبقى مفعول به، ممكن تبقى خبر، ممكن تبقى مضاف اليه، مش قصتي اعرابها. اللاعب مبتدا مش قصتي خالص، هي مشبه ده اللي يخصني. شبهته بالغزال، في اداء، ايوه الاداه موجوده، في وجه شبه، ايوه الوجه الشبه موجود. اذا يبقى انا عندي هنا اسلوب تشبيه كده اسمه تشبيه مفصل. مفصل ليه؟ لان ذكرت كل الاجزاء بتاعه التشبيه الاربعه، فبنسميه ايه؟ تشبيه مفصل. طيب نشوف امثله تاني. انت كالليثي في الشجاعه والاقدام. شبهت هنا الشاعر بيمدح واحد، بيمدحه يعني بيقول صفاته الحلوه اللي فيه. شبه الممدوح ده اللي هو الضمير بتاعه مذكور انت، شبهه بالليث يعني الاسد. وجه الشبه هنا ايه؟ الشجاعه والاقدام. وجه الشبه الشجاعه والاقدام، الاقدام يعني الجراه والتقدم في المعركه يعني. فشبهه بالاسد في الشجاعه والجراه. ده جميل. طب ادي مشبه وادي مشبه، مشبه قصدي، وادي مشبه به. فين وجه الشبه؟ قلنا الشجاعه والاقدام. طب فين الاداه؟ الكاف، انت كا، الكاف دي. طيب شبهه كمان بحاجه تاني. قال له والسيف في قراع الخطوب. القراع يعني المواجهه، يعني الخطوب يعني المصائب او المشكلات اللي بتقابله. فانت في مقارعه، مصارعه ومواجهه المشكلات اللي بتقابلك او المصائب زي السيف، يعني ينزل كده على اي مشكله يواجهها بقوه، فايه يقضي عليها ويحلها، بيقفش معاه مشكلة خالص. فشبهه هنا تاني بأدي المشبه نفسه، هو كلمة أنت ونفس الأداة هي الكاف، استخدمها عشان يشبهه تاني بالسيف. ووجه الشبه يبقى وجه الشبه قراع الخطوب، يبقى ده تشبيه اسمه تشبيه مفصل. الأركان كلها مذكورة، الأجزاء كلها مذكورة. البحتري وده شاعر عباسي بيوصف القصور اللي شافها قدامه، فبيقول قصور كالكواكب لامعات. ده كلام محترم، شبه القصور، بيقول كالكواكب لامعات يكدن يضئن للساري الظلامة، اللي ماشي بالليل يعني كده كأن القصور دي من شدة النور والزينة اللي حواليها، يقول لك يكدن يضئن للساري الظلامة، عاملة كده كأنه القمر يعني، القصر بقى من شدة ضوءه بقى بينور كده، اللي ماشي بعيد بينور له الظلام بتاعه اللي ماشي بالليل. فهو شبهها بالكواكب اللي هي النجوم في السماء يعني، لامعات بتلمع جدا يعني.
فادي مشبه القصور المشبه به الكواكب. الأداء الكاف واجه الشبه الايه؟ اللمعان. عرفته من هنا من لامعات. شاتان بيمدح واحد فقال له أنت كالبحر، أنت كالبحر. لو وقفنا لحد هنا لحد البحر أنا لسه ما عرفتش وجه الشبه بينهم إيه. قال لي أنت كالبحر في السماح، يعني في الكرم، يعني أنت كالبحر في السماح. أدي مشبه أنت والبحر مشبه به، والسماح وجه الشبه ما بينهم، والكف هي الأداة. والشمس علوا، يعني إن أنت كالشمس علوا، شبهه تاني بالشمس وجه الشبه العلو، وهي نفس الأداة ونفس المشبه. وأنت تاني هي أنت نفسها. وقال إيه؟ والبدر في الإشراق، يعني شبهه تاني بالبدر وجه الشبه بينهم الإيه؟ الإشراق. فأدي أنت، وعمال يديله في تشبيهات بقى. أنت كا، أدي أداة التشبيه الكاف، وكإيه؟ كالبحر، الشمس، البدر. طب وجه الشبه بينه وبين البحر السماح، وجه الشبه بينه وبين الشمس العلو، وجه الشبه بينه وبين البدر الإشراق. إذن كده نكلمنا عن التشبيه المفصل بشكل مفصل. تعال شوف اللي بعده يا سيدي، التشبيه الايه؟ المجمل. ايه المجمل ده بقى؟ هو احنا مش قلنا ان هنا بنذكر الاربع اركان او الاربع اجزاء بتوع التشبيه؟ جميل. طب لو انا بقى فكرت احذف حاجه، تفتكر ايه اللي ممكن يتحذف من هنا؟ هحذف ده اللاعب ده واقول مثل الغزال في السرعه، هل المعنى كده تمام؟ لو قلت مثلا اللاعب مثل في السرعه، المعنى كده تمام؟ لو شلت الغزال دي مش هينفع. لكن ممكن اقول اللاعب غزال في السرعة والمعنى يبقى تمام. ممكن أقول اللاعب مثل الغزالي وأشيل في السرعة دي خالص، ينفع أعمل ده؟ طب ما ده كلام محترم قوي. لو قلت اللاعب مثل الغزالي، أنا كده ما بقاش عندي تشبيه مفصل، أمال بقى إيه؟ تشبيه مجمل. يعني بنحذف هنا وجه الشبه، ما قلتش مثل الغزالي في إيه، وقلت عليه تشبيه مجمل لأن كده بقى اختصرته. مجمل يعني مختصر شوية. فاللاعب، ادي اللاعب هو نفس الفاء اللعبه، فهنا بحملات بالشرط بالسلطات بالبابا غنوج بتاعه، مثله الغزالي، شبهته بالغزال. ما قلتش وجه الشبه لان وجه الشبه دلوقتي كانه ايه؟ مفهوم خلاص لوحده. طب ممكن اقول اللاعب ومن غير الكاف ومن غير اي اداه تشبيه ومن غير مثل ولا اي حاجه، اللاعب غزالي في السرعه. ذكرت المشبه والمشبه به، وجه الشبه من غير الاداه، ده اسمه ايه؟ تشبيه مجمل. بنحذف فيه الاداه او بنحذف فيه وجه الشبه. طب المجمل اجمل، تشبيه المجمل افضل ولا التشبيه المفصل؟ هقول لك لا، التشبيه المجمل احلى. ليه وافضل واجمل ليه؟ علشان مختصر، واحنا اتفقنا اذا كان المعنى نوصله، ينفع نوصله بكلام مختصر اكتر والمعنى وصل، اذا يبقى ده احسن من اني اقول الكلام كله. كل ما كان الكلام مختصر في اللغه العربيه ووصل المعنى بشكل كويس، كل ما كان افضل كده، يبقى ده كده افضل. طب نشوف أمثلة تاني. هنا قال لي إيه الشاعر؟ بيمدح واحد وقال له أنت نجم في رفعة وضياء، تجتليك العيون، يعني العين بتبحلق لك كده، بتبص لك قوي شرقا وغربا، عشان أنت زي النجم كده ومهم جدا. أنت نجم، شبهه بالنجم من غير أي أداة، في رفعة وضياء، وجه الشبه الإيه؟ الرفعة والضياء. الأداة فين؟ محذوفة، مفيش أداة. تشبيه مجمل، نوع التشبيه مجمل. ربنا سبحانه وتعالى بيصف الحور العين في القرآن كأنهن الياقوت والمرجان. فهنا أدي كأن أداة التشبيه، كأن أهي. فين المشبه؟ هن. الضمير ده اللي هو اسم كأن، هنا إعرابه اسم كأن، ضمير مبني في محل نصب اسم كأن من أخوات أن، من أخوات إن. فهن المقصود بها الحور العين. وفين المشبه؟ الياقوت والمرجان، تشبيه للحور العين بالياقوت والمرجان. فين الأداة؟ أهي كأن أهي. طب فين وجه الشبه بقى بينهم؟ محذوف، مفيش وجه الشبه. إذن يبقى ده تشبيه إيه؟ تشبيه إيه؟ مجمل. طب لو أنا فكرت بقى، مش أحذف وجه الشبه أو الأداة بس، ده نحذف الاتنين مع بعض، أحذف الأداة وجه الشبه، هل هنسميه مجمل برضو ولا بقى في اختصار اكتر من الاختصار الموجود حاليا؟ هبص كده هلاقيه بقى اسمه تشبيه بليغ. يعني ايه بليغ؟ يعني دلوقتي ده احسن نوع من انواع التشبيه، لانه اقلهم كلاما. فكل ما كان الكلام قليل كل ما كان افضل، لانه وصل نفس المعنى اللي بيوصل بكلام كتير. فعشان كده اسمه بليغ، لانه
بيبلغ المعنى أسرع، بيبلغ في النفوس أسرع، وبيوصل المعنى المطلوب من أقل كلام، مش بالأربع أجزاء ده، بجزئين بس. فالمشبه والمشبه به بيكونوا موجودين عندي، وممكن يكونوا في عدة صور. ممكن يبقوا المشبه والمشبه دول جايين، المشبه والمشبه به جايين لي في صورة مبتدأ وخبر مثلا زي كده، اللاعب وغزال، مشبه ومشبه به بس، مش أي أداة ولا وجه شبه. وانا فهمت الواحد لما اقول لك اللاعب غزال مش هتقول لي يعني عنده قرون؟ اللاعب غزال اه عنده ديل ورا يعني، طب عنده اربع رجلين؟ لا طبعا، لما اقول لك غزال هتفهم اني قصدي انه سريع. اذا المعنى وصل لك بكلمتين اللي هو نفس المعنى اللي كان بيوصل باربع اجزاء، لا جزئين بس دلوقتي. فعشان كده تشبيه بليغ. ممكن اقول لك الجندي اسد، الرجل بحر، الفتاه قمر، ده كله ايه؟ تشبيه بليغ، عباره عن مبتدا وخبر هم مع بعض، دي صوره من صوره. ممكن يبقى الحال وصاحب الحال، يعني اقول لك رايت امي اهي قمرا، شبهت امي بقمر، ادي قمر دي اعربها حال، وامي اللي هي صاحب الحال مفعول به اعربها، هي صاحب الحال هنا. طب انت مش لسه قايل ان البلاغه ملهاش علاقه بالنحو؟ ايوه، ما انا قلت لك البلاغه ملهاش علاقه بالنحو، من حيث ان انت ما تقوليش التشبيه مرفوع ولا منصوب، لان التشبيه دي مش اعراب، ده تذوق بلاغي، علم تاني. لكن بنقول لك ان الجزء ده بقى التشبيه البليغ ده ممكن يبقى صورته ايه في الجمله، صورته يبقى مبتدا وخبر زي كده، او حال وصاحب حال، ماشي؟ يعني هو اعرابه في النحو حال، وده ما قبل الحال اللي هو صاحب الحال بتاعته، واعرابها مفعول به، ماشي؟ فممكن يبقى التشبيه البليغ على الصوره دي، عشان لما يجي لك شبهها في ابيات شعر ما تتلخبطش وتبقى يعني تتعامل على اساس انه لازم يكون بالصوره الاولانيه دي بس. تبقى عارف ان التشبيه البليغ ممكن يبقى صور تاني، يعني مش لازم يجي لك الرجل اسد، الفتاه قمر، اللاعب غزال، لا ممكن يبقى في صور زي كده تاني. اقول لك طريق العلم طويل، هنا لما اقول طريق العلم شبهت العلم بطريق، شبهت العلم بطريق، شبهت العلم بطريق، انا مش بشبه الطريق بعلم، لا ده العلم هو اللي زي الطريق. ليه؟ لان العلم بنستمر فيه سنوات طويله، فعلشان كده في استمرار، كانك زي اللي ماشي في طريق خطوه خطوه او خطوه خطوه، فعلشان كده العلم يشبه للطريق، لكن الطريق ما يشبهش العلم في حاجه. الطريق ما بيمسكش فيه قلم ونمشي نكتب فيه حاجه، لا العلم هو اللي زي الطريق في انه بتمشي خطوه خطوه كده سنه ورا سنه. فعشان كده اقول لك مثلا ايه بيت العلم، اقول لك ميزان الحق، هنا ما شبهتش البيت بعلم، لا العلم ببيت، ميزان الحق شبهت الحق بميزان ولا الميزان بالحق؟ لا ميزان الحق شبهت الحق بميزان. ليه؟ لان الحق لازم يبقى بالظبط، ولازم الناس ده ياخد اللي له وده ياخد اللي له، زي الميزان اللي انت كفتين قصاد بعض كده. هجم الجندي هجوم الاسد، هل انا شبهت هنا الجندي بالاسد ولا شبهت هجوم الجندي بهجوم الاسد؟ لا شبهت الهجوم بالهجوم، فممكن يبقى في صوره المفعول المطلق زي كده، المشبه هجوم الجندي او الجندي، والمشبه به هجوم الايه الاسد. اذا دي الصور بتاعه التشبيه البليغ اغلبها، يعني اللي بتبقى محصوره في الاربعه دول، يا يعني مبتدا وخبر، او حال وصاحب الحال، مضاف ومضاف اليه، او المفعول المطلق. ده كده التشبيه البليغ. ناقصني نوعين زي ما قلنا من التشبيه، اللي هما الضمني والتمثيلي، ودول هناخدهم في الفيديو اللي جاي ان شاء الله، علشان يشبهوا البعض شويه ومختلفين عن التشبيه البليغ والمفصل والمجمل. السلام عليكم.